بما تبقى لنا من تراث، ذلك التراث الذي ترجم بالصدق عن أفراح وأحزان وأماني وتطلعات العراقيين على مدى مئات السنين، وأيضا صلواتهم وأدعيتهم وكل ما يتعلق بالطقوس الدينية. هذا المقام العراقي التراث الخالد الآن ومنذ مدة ما يعاني اندثارا وإهمالا وتهميشا، فقد أثرت عليه المحطات الفضائية وحركة التطور، وقد اندثر هذا التراث الذي يعني يمثل هويتنا الوطنية نحن العراقيين.